فرنسا اليوم جيت نشارك راديو أصوات الفرحة ديالو، نتمنى ليه عيد ميلاد سعيد وكل عام وهو في القمة وهو في ازدهار ومزيد من التألق إن شاء الله. بغيت نشكركم على البرامج اللي أكثر من رائعة اللي كنستافدوا بها معاكم، وحتى البرامج اللي كترفهوا علينا بها وكتحسونا بأننا وسط الأحباب والأهل ديالنا واخا حنا في الغربة. شكرا لكم بزاف وعيد ميلاد سعيد مرة أخرى، وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله، معكم مريم بركات. مناسبة عيد ميلاد أصوات كنتمنى لهم سنة سعيدة مليئة بالازدهار والتقدم إن شاء الله، والتألق وتقديم دائما ما هو جديد ومميز. وتحية خاصة للإعلامية الكبيرة ديالنا سناء الزعيم وجميع طاقم راديو أصوات، إلى اللقاء. السلام عليكم، معكم مدام زهية المعروفة بإيزي كيتشن من الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط من ولاية فلوريدا. كنتمنى عيد ميلاد سعيد لراديو أصوات. شكرا بزاف على المواضيع اللي كطرحوا اللي كنستافدوا منها حنا كجالية. أنا من المتتبعات ديالكم وكنتمنى لكم المزيد ثم المزيد من التألق والنجاح. السلام عليكم، معكم نورة محفوظ من الدار البيضاء. بمناسبة عيد ميلاد أصوات 14 كنقدم تهنئة لجميع الطاقم ديال أصوات، وكنقول سنة سعيدة أصوات ومزيدا من التألق إن شاء الله، وتنبغيكم بزاف بزاف. السلام عليكم، معكم شيف غوز بيجو من كندا من ساسكاتشوان. كيف كتشوفوا عندنا غير الثلج والبرد، اليوم درجة الحرارة ناقص 55، البرد بزاف. ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم وبخير ودافين في بلاصتكم. اليوم كنحتفلوا بعيد ميلاد راديو اصوات، الوغ كنتمناو لهم عيد ميلاد سعيد، مسيرة موفقة، دائما نجاح والتألق. وشكرا جزيلا لهاد الراديو اللي كتهتم بينا وكتفيدنا ودائما تتقدم لنا اشياء في المستوى، فشكرا جزيلا والله يوفقكم والله يخليكم دائما فرحانين متوفقين وسعداء وسنه سعيده للجميع. السلام عليكم، معكم ريحانه سويد. سنة سعيدة غاديو أصوات، مزيد من التألق والاستمرارية، وكل عام والطاقم التقني بألف خير. سلام راديو أصوات، معكم ليلى أسكور مستمعة الوفية من مدينة مراكش. كنتمنى لكم عيد ميلاد سعيد بالمزيد من الاستمرارية والتقدم والنجاح، يا أحلى إذاعة ودائما راديو أصوات اللي كتسمعني وكتفيدني. وتحية لكل طاقم أصوات وعيد ميلاد سعيد من عند ليلى أسكور. السلام عليكم، معكم كريمة أم رهاب مدينة فاس باسمي وباسم نساء المجموعة ديالنا ديال الطبخ المغربية الحادقات. كنتمناو سنة سعيدة راديو أصوات، مزيدا من التألق والنجاح والازدهار، وكل الشكر والتقدير على الاستفادة اللي كتستافد معكم الأسر المغربية في جميع المجالات. السلام عليكم، معكم شيخ خديجة أم نضال من الديار الفرنسية. فكنبغي نقول راديو أصوات عيد ميلاد سعيد، وأيضا كنبغي بهذه المناسبة نهنئ الطاقم كله اللي كيسهر على البرامج في راديو أصوات، وكنتمنى لكم التوفيق دائما والاستمرارية.